حب نتكلم في بعض الموضوعات اللي تخص صيام رمضان. من الموضوعات المهمة في رمضان مريض السكر. احنا هناخد عدة موضوعات، هنبتدي بمريض السكر لان المرض السكري من الامراض الشائعة في الشعب المصري والشعب العربي عموما. مرض السكري بينقسم لنوعين، النوع الاول بنسميه النوع المعتمد على الانسولين، ده غالبا بيكون في صغار السن، يعني في الأطفال أو في سن المراهقة. ممكن يحصل أحيانا نعتمد على الأنسولين في بعض حالات كبار السن، مش موضوعنا دلوقتي، لكن النوعين الكبار لمرض السكري اللي هو المعتمد على الأنسولين ده النوع الأول. النوع الثاني السكري غير المعتمد على الأنسولين، ده غالبا بياخد حبوب وبيجي في سن فوق 40 على 50، وده بيكون بيعتمد على الحبوب، بيكون فيه مفهوش عامل وراثي، يعني ممكن يكون في العيلة دي بيمشي السكر، نقول الأب أو الأم أو حد من الأعمام أو الأخوال كان عندهم سكر. لكن مرض النوع الأول بيكون على الجينات، مش شرط يكون في العيلة حد عنده سكر. المهم دول النوعين الكبار. مريض السكر بشكل عام المفروض في الصيام السكري ما يمنعوش ان هو يصوم، لكن ينظم اكله، ينظم الدواء، نخلي بالنا من شرب السوائل كتير بعد الفطار وخاصة المية. يعني مش المفروض ان انا عشان صايم طول النهار ابتدي بعصير واكسر من العصير، فده ممكن يزود السكر بشكل فجائي وده يكون خطر على مريض السكر. ابتدي بميه، ممكن اخد فاكهه، الفاكهه بيبقى فيها فايبرز ما تعليش السكر قوي زي العصير. ممكن ناخد تمر زي ما احنا ما متعودين، وبرده ما يبقاش فيه مغالاه في ان انا اخد كوب كبير من الخشاف او البلح بحجه ان انا كنت صايم. يكفيني بعض الماء مع بعض حبوب التمر. بعد كده المفروض اني انظم الوجبه، يعني انا اكلت مع الفطار، اخدت الميه، اخدت التمر، بعدها بشويه ابتدي بقى اخد الاكل العادي. ومريض السكر الغذاء بتاعه لا يختلف كثيرا عن غذاء الشخص العادي. زي ما دايما نقول المفروض الوجبه تحتوي على كل العناصر الغذائيه، يعني يبقى فيه نشويات، والنشويات اللي هي رز او بطاطس او خبز او مكرونه المفروض تكون نص وجبه الشخص العادي او الشخص المريض بمرض السكر، 50% يعني نص الوجبه. بعد كده المفروض يبقى فيه خضار، يبقى فيه بروتينات، يبقى فيه فاكهه مش ممنوعه لمريض السكر بس برضو بتكون في حدود. بعد كده يعني هنحس ان احنا بالليل ممكن نقسم الوجبات زي اليوم العادي بالنهار، يعني ممكن ناخد 3 وجبات اللي هي وقت الفطار الوجبه البسيطه اللي قلنا عليها التمر والميه، بعدها بساعتين او 3 بالكتير تبقى وجبه العشاء العادي اللي هي قلنا عليه فيه كل العناصر الغذائيه، والسحور اللي هي بتبقى غالبا بيبقى فيها خبز، بقوليات او قطعه جبن او برضو تمر 2 أو 3 مش اكتر من كده. دي اهم نقاط اللي المفروض مريض السكر ياخد باله منها مع الدواء بقى بانتظام، زي بالظبط الادويه ما كنت باخدها بالنهار هناخد نفس الادويه مقسمها مع الوجبات، بياخد مرتين في اليوم يبقى مرتين، 3 مرات هيبقوا مع 3 وجبات بالليل، ونكسر من شرب الميه وبناكد على النقطه دي.